تبقى السرعة هي السبب الأول للوفاة على طرقات لبنان، لذا يسعى القائمون على قانون السير الجديد إلى تخفيض مخاطر الموت على الطرقات وإرساء السلامة العامة للمواطنين أثناء تجوالهم، وهي المعايير التي غابت عن القانون القديم. والشائع من هذه المخالفات هو قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، لذا رافقنا قوى الأمن الداخلي أثناء وضع حواجز لفحص نسبة الكحول في الدم لدى السائقين. بس ما تاخذ نفس انت عم تنفخ. بعد هلا انت يمكن لانه قد ما شربان حس حالك منك شربان. ما في انا بصدق، هي ما بصدقك. قاطع معدل جورج بفشخه. مش انت بتقلب الشربان، انا بهالمكنه بتقلب. لا انا بقول، لا انت بتقول، في هالمكنه هي بتقول. انت بدك تفسر لي القانون او بفسر لك القانون؟ انت شربان فوق المعدل بكثير. أنا هلأ رح طبق عليك القانون على الآخر، إذا بتريد رح ناخد السيارة حجز. بعض المخالفات تأتي تحت تصنيف الفئة الخامسة لقانون السير الجديد، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين شهر وسنتين، حجز المركبة وغرامة مالية بين 1,000,000 و3,000,000 ليرة لبنانية. شو رأيك بقانون السير الجديد؟ كتير منيح، وما في أحلى من القانون بالبلد. 1,000,000 ليرة لقاك كبرون بزبوطه. يعني صراحة في اشياء زيادة عن زوم، في اشياء مفروض تكون هيك. نحن ليش بدنا نزعج اذا هنا عم يهتموا لسلامتنا؟ لو كنت شربان ما بيأثر بندفعه. من جهة اخرى، رد اللبنانيون على ارتفاع اسعار الغرامات بطريقتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففرضوا على الدولة اللبنانية غرامات افتراضية تشمل وزير الطاقة لمحاسبته على الطرقات غير المضاءة، ووزير الأشغال على الحفر في الطرقات، وجميع السياسيين على المواكب الأمنية المتهورة. فمن المسؤول عن المخالفات في لبنان؟ المواطنون أم الدولة؟ أستاذ كامل، خلينا نبلش من سؤال الروبورتاج، من المسؤول، المواطنون أو الدولة؟ أنا بدي بلش من السؤال اللي حضرتك طرحتيه بأول حلقة بموضوع المؤسسة العسكرية. إذا الدولة مقصرة بموضوع السلام المروري بلبنان، أنا بقول لك هو المشكلة الأساسية هي الدولة كتير مقصرة، وكرمال هيك بنشوف عدد القتلى عم يزيد كل هالسنين، وهلا بنحكي ليش. مين المسؤول بالاثنين؟ إذا بدك هن الاثنين مسؤولين، الدولة والمواطن، كل واحد عنده مسؤولية. المواطن كان بسلوكه على الطريق وبكيفية التصرف، والدولة هي بتنظيم هالقطاعات وإعطاء أولوية لهذا الموضوع. وهذا الشيء مش موجود بلبنان، اللي خلى عدد القتلى يرتفع من 300 قتيل سنة 2000 لوصلنا تقريبا هلا ب 2014 عن ما يزيد عن 700 قتيل. برأيك القانون الجديد رادع وكافي وراضي عن تعديله؟ القانون الجديد هو طبعا رادع وقانون كتير عصري ومتطور، بشرط يتطبق بطريقة صح، يتأسسوا فيه المؤسسات اللي هي انطرحت بهذا القانون، التعديلات اللي انعملت، ما انه بس قصة غرامات عم تندفع للناس. انا بدي احكي عن شيء تاني كليا له علاقة بإدارة السلامة المرورية اللي هي كليا غايبة، اللي هي اليوم موجودة، انه في ادارات بتكب المسؤوليات على بعضها، ما بتنسق مع بعضها، ما بتتعاون مع بعضها، وهذا الشيء عم بيخلي انه هالعالم تموت على الطريق. فبتيجي المسؤولية الاولى هي على الحكومة اللبنانية اللي ما عطت أولوية لهالموضوع ولا مرة الا بفترات صغيرة، بنتذكر منها بعهد الوزير زياد بارود، بس ولا مرة كان في سياسة حكومة لتعالج لتحمي الناس على الطرقات. هلا عم نشوف مثلا بسلامة الغذاء انه في ورشة كتير كبيرة صار في قانون لسلامة الغذاء، والعالم كلها عم تحكي موضوع سلامة الغذاء، بس ولا مرة شفنا. يعني تخيل بس لو عم نحكي 700 قتيل عم بيموتوا بالسنة نتيجة مثلا تسمم بالمطاعم، شو كان صار بالبلد او بامور الى علاقة بالارهاب؟ 700 قتيل عم بيموتوا سنويا بلبنان، وما حدا يعني بتحسي صارت ارقام. وكنا حكينا تحت الهواء انه يوف اليوم كان كتير جنون، في كتير حوادث صايره على الطرقات، هذا الشيء يومي عم يصير. بدي ارجع لك لتقلي انه عندك اسباب محدده بذهنك ليش هذا الشيء صار اليوم، لانه اليوم كوارثه بموضوع حوادث السير. بدي انتقل لعندك حضره النقيب، يعني عم نحكي عن جديه التطبيق، قد ايه فينا نقول انه هالمره ما في ابن فلان ووصانا فيه فلان اول شيء بدي احكي شغله. اليوم مفهوم قانون السير الجديد هو ما بيتضمن فقط عمل قوى الأمن الداخلي. يعني قانون السير الجديد هو أول وثيقة خطية بموضوع إدارة سلامة مرورية وضع بلبنان. بس بما أنه أنت ممثل الدولة الوحيد معنا اليوم، هتهجم الأسئلة عليك. اليوم عناصرنا صرنا أكثر من سنتين، وكامل أحد المحاضرين وفي البروفيسور رمزي سلامة وكذا حدا دكاترة
عناصرنا عم بيشوفوا قديه مدى اهميه تطبيق القانون خصوصي بمخالفات السير، يعني لوين ممكن تقدم مخالفه صغيره انها تورط السائق فينا نقول مجزره كبيره يمكن على الطريق، وقديه عدد الضحايا اللي عم يرتفع اذا بدنا نقارن بيننا وبين دول المنطقه يلي كلهم حطوا قوانين عصريه وبلشوا يطبقوها. كرمال هيك ممكن اقول لك انه اوكي بكل بلدان العالم موضوع الواسطه موجود، بعض الدول تخطوا هالشيء بالمكنن اللي حطوها، الكاميرات اللي ركبوها، الاشياء اللي صارت تصير. نعم. لوحدها الاجهزه هي يعني العنصر البشري بعادوه عن يدون المخالفات كلها بايده، تركيب كاميرات رادارات. نحن عناصرنا عم تتجهز من اكثر من سنتين لهالمرحله، هيدي الواصلين لبنيسان يلي بلشنا فيها تقريبا من شهر تموز، وهلا بنيسان رح يطبق القانون كله بالغرامات الجديده. نحكى عن ارقام بالفعل احيانا، يعني الرادع الوحيد لاي اشخاص بخالفه هو الجيبه، يعني لتكون القصص مزبوطه. نحكى عن يعني من 200 الف للمليون ليره حسب المخالفات المعموله، بس ما نحكى الواسطه قد ايه لازم تكون الغرامه عليها، يعني هيدي الواسطه لازم ينحط غرامه عليها. التعميم من المدير العام لكافه قطاعات قوى الامن الداخلي، يعني هيدي يمكن شوي العالم عم ببالغوا شوي فيها انه انا عملت تليفون وتركني. انا باكد لك مش هالقد القصه مثل ما موجوده بالشارع مثل ما العالم عم يتداولوا. يا ريت، هذا بفرحنا هذا الشيء، والتعليمات واضحه بالخصوص وخصوصي بموضوع السير. يعني استاذ حسين عندك الموضوع، يعني اهلا وسهلا فيك. البعض بيقول انه نحن بنقول وينية الدوله، بس الدوله تعمل شيء بيكثر الهجوم على اي شيء بتعمله. اعطيني نقدك لموضوع قانون السير. بدايه قانون السير جديد اللي انعمل، انعمل هو كانت الأسباب الموجبة لقيامه هو الحد من حوادث السير. نعم. ولكن هذا القانون سوف يفشل في التنفيذ لأن هناك فشل في التشريع أساسا. هذا القانون افتراضا في لبنان ما يقارب 2.5 مليون سائق. 2.5 مليون سائق بلبنان بيدفعوا رسوم، أغلى نسبة رسوم بالعالم. عندك رسوم تسجيل وعندك رسوم سير وميكانيك. عندك بس السائق بلبنان بالعالم بيدفع رسوم معينة عدا عن رسوم السير، وهذه سرقة. بيدفع عندك رسم تأمين للسيارة إضافة لبعض المصاريف اللي بيدفعها، فبتلاقي الخدمات سرقة من قبل مين يعني؟ من قبل مين؟ وقت اللي بيروح بيعمل معاينة ميكانيكية بياخدوا منه الشركة رسم المعاينة الميكانيكية، وعلى الشركة تأمين عناصر السلام العامة على الطرقات، وهي مختفية عناصر السلام العامة بلبنان، والناس عم تموت لأنه في إهمال وفي حرمان بلبنان وفي سمسارات كمان عدا القصص. صوري وزارة الأشغال ما شاركت بهذا القانون. نعم. وبالتالي من صاغ هذا القانون ومن كتبه غير متخصص وغير مختص في القانون، فهذا بده قضاة، بده قضاة لهم اطلاع بالقانون، بده ناس متخصصين يعرفوا كيفية تشريع قانون السير من اجل فعلا يعطي بس بين وجوده وعدم وجوده ما بتشوف ايجابيه بمحل، يعني بين وجوده هلا في شيء طرق انه نحكى بالموضوع ونحكى. اول شيء لنشرح هذا القانون السير شو صار فيه. في قانون سير قديم موجود بلبنان. نعم. بعده موجود هي، ولكن هناك دراسه موجوده على موقع الكتروني تم سحبها والصاقه بالقانون السير القديم، وقالوا انه هذا قانون سير جديد بتتعلق به. الان في سائق بلبنان بدهم يعطوه رصيد نقاط ما مجموعه 12 نقطه، في سجل مروري بهذا القانون السير الجديد، وفي عندك مدارس السوق طرحوها اضافه لاعاده جدوله وتصنيف المخالفات. نعم. انا عم الحق بالفكره على قصه انه كيف عم يزيدوا الغرامات وكيف بدهم يزيدوا الغرامات على المخالف. نعم. انه بتصير 3 ملايين وبتصير مليون. السبب هو سوء تقدير في التنفيذ بوضع الرادارات. الان اذا بتشوفي حوادث السير، ليش عم يحطوا رادارات بلبنان؟ الرادارات عم يحطوها لحتى يمنعوا حوادث السير. اول شيء قالوا حوادث السير من المعاينه الميكانيكيه اساسا، رجعوا قالوا من رخصه السوق، رجعوا قالوا هلا عم تصير من السير عم نحط الرادارات. فعمليه التجريب عم تكون فاشله، فاذا وضع الرادارات صناعتها ووضعها عم يكون مخالف للقانون بلبنان، وبالتالي حوادث السير عم تزيد ولح تزيد، وقد ما تعمل قوانين سير بدها تزيد حوادث السير بلبنان. السبب لعدم وجود منهجية وناس متخصصين بإنشاء قوانين السير بلبنان. بس كبداية منك راضي؟ يعني تصور أنت كبداية، يعني على الأقل يكون في رادع معين. نحن خلينا نأخذ الفكرة، في بلبنان شوفير عم يدفع رسم. نعم. وفي سلطة عم تاخذ منه أموال. نعم. وفي سلطة عم تمنع عن أعطائه الخدمات. طبعا نحن بكون موقفنا معارض لهذا القانون، وبنكون واقفين على جنب السائقين بلبنان. نعم. إذا بدهم يعملوا قانون سير، فإذا بدهم يعطوا نوعية بالخدمات، خلينا نفوت بكيفية إنشاء قانون سير
وكيف ممكن نحن نعمل زبوطة للمخالفين. طب خليني أرجع للنقاش بس معي الوزير السابق مروان شربل على الخط، حب أن يكون له مداخلة معنا. مساء الخير معالي الوزير. مساء الخير إليك وللحاضرين. حقيقة أنا حبيت هالمواضيع، الموضوع بالذات اللي عم يطرح. كنت بفضل حقيقة أن يكون كمان يكون في ممثل لوزارة العدل، يعني قاضي من القضاة، لأنه كمان بيلعبوا دور كتير مهم ولا رح يشرح. بالبداية لما صدر القانون صدر بشكل كان في بعض الأمور يلي قابلة للتطبيق أو تخضع للتفسير. نعم. أنا برأيي كان وقتها أنا عملت اقتراح وحددت وعملت وقلبت لجنة وشفت شو هني المواد ممكن يتطبقوا حاليا وشو هني المواد اللي بدهم فترة كبيرة لحتى يتطبق. كان لازم يصدر القانون ويعطى مهلة على القليلة بين 6 أشهر والسنة للتنفيذ. ليش؟ لأنه بدي توعي المواطنين أنه صار في مشكلة كبيرة إذا أنت خلفت. بدي كمان تعلم عناصر والأمن، لأنه إذا شفت القانون بيطلع وزنه بين 10 و15 كيلو فوق الصفحة، هيدا 3/4 عناصر والأمن لحد هلأ ما بيعرف يطبقوه أو منهم قارينه. ولكن استاذ مروان اذا فينا نقول انه البعض بيقول يمكن تجنبا لمزيد من القتلى من هلا لوقت تنفيذ، خلينا نعجب اللي هو مبدئي ويمكن قوى الامن فينا نعمل لهم دورات تدريبيه سريعه. لا عليك شوف، مش هيك انا قلت معلش ان 40 سنه نشغل بالقانون القديم، فينا كمان نبقى 6 أشهر لحتى نقدر نطبقه 100% للمواطن يفهم وعناصر قوى الامن تطبقه كمان مضبوط. نعم. أكثر من هيك إنه في قرارات بدأت تصدر من وزارة الداخلية لتنفيذ هالقانون، هذا بصور 20 قرار. ما بعتقد إنه بيقدر وزير الداخلية يعمل هالقرارات بالسرعة اللي المفروض إنها تنعمل. الأهم والأهم من هيك بس هلأ في أمور كثيرة إصلاحية متسارعة ما عم بتلاحظ بركة هلأ ضمن رح قلي كل شيء. أنا عم بحكي بس لحتى أقول وين العورات اللي موجودة. نعم. بسرعة التنفيذ. نعم. هو كثير مهم هالقانون وكتير مدروس وأخذ شغل فوق 10 سنين حتى وصل، بس ما بدنا نطبقه وينظلم كتير من المواطنين. أنا رح أرجع للقانون القديم. القانون القديم كان يتم المحضر سرعة 50,000، يصدر القرار من المحكمة بعد سنتين بالدوبل الضبط. 50,000 بتصير 100,000 وبتصير 150,000، لأنه تتوصل للمحكمة بدها على القليل 5-6 أشهر، والقاضي يوصل له المحضر وينظر فيه بكل مرق سنتين، وما تبلغ كمان اللي انعمل فيه الضبط عم يوصل ليدفع ميكانيك عم بيلاقي 50,000 صارت 100,000 أو 150,000. هلا التوبة يعني مثل ما قال البعض انه هناك منهجية كاملة بدها تكون جاهزة لهذا القانون ياخذ مجرى. بس اعطيني المطلوب من الدولة اول شيء. بقلك شو المطلوب اول شيء لحتى يطبق هذا القانون، مفروض ينعمل مشروع او يتحضر دفتر شروط لتغيير لوحات السيارات، لانه سالني النائب او الرائد الحدمني كروني بيعرف انه وقت اللي بنفرز الزبوطه يلي معموله بسرعه. نعم. 10-15% من الزبوطه بلوحات مزوره، بقى بتنشال اللوحه وبتنحط بكل سوق. اغلب السيارات عم بيشيلوا اللوحه من ورا لانه الرادار بيكمش للمتابعه، يعني الخلفيه المتابعه تزبوطه. بنعمل كان مشروع قانون او بنعمل مناقصه. نعم. لتغيير اللوحات السيارات بشكل انه لا بقى تتغير ولا بقى تتزور، بسموها اللوحه الذكيه. نعم. كمان ايضا بالنسبه لدفاتر السواقه 3/4 مزوره او عم بتنشرف، يعني هذا الحكي ليطلع من وزير سابق كمان هذا فيه خطوره كثير كبيره، يعني هذا المفروض ينضبط قبل اي امر اخر. انا عالجت الموضوع وعملنا دفتر شروط، مسودة دفتر شروط للوحات السيارات لحتى يكون كل العالم عنده لوحات مضبوطه. نعم. يعني انا بقدر اقول لك هلا رقم سيارتك، انا هلا باخذ رقم سيارتك، انت بتتجولي ببيروت في نفس السياره نفس اللوحه موجوده بسور، وانت بحياتك مش رايحه على سور، بحط لك رقم سيارتك. طمنتني. بيطلع ضابط، مش هلا سالي الضابط اللي حد منك بيعرف انه هالشيء عم بيصير. انا عم بحكي من خبره. بقى دفتر السواقه كمان لازم ينعمل مناقصه، دفتر السياره لازم ينعمل مناقصه لانه كله عم يتزور.
كثير. خليك معنا على الخط بس بدي اسمع تعليق استاذ حسين على حضرتك. خليك معنا على الخط استاذ. انا بقول له مع الوزير ولكل الراي العام اللبناني، بس تمرق سيارة مخالفة بالسرعة بده يكون في حاجز لقوة أمن الداخلة يحقق مع المخالف بعد ما يتم ضبطه. في غياب لقوة الردع بلبنان وبالتالي الوضع فلتان. فإذا إذا كان غياب الردع على الطرقات للي هو مسؤولية القوة الأمنية فبالتالي بيصير الوضع فلتان. فإذا منروح على موضوع تغيير لوحات السيارات لصفقة لنمرقها بقانون السير الجديد لحتى نحط حجة انه اذا في حال غيرنا اللوحات نمنع. لا مع الوزير، حوادث السير ما إلها علاقة بتغيير اللوحات يا مع الوزير، ما إلها علاقة. حوادث السير عم تصير على الطرقات في إهمال، ما عم يتم حماية أمن الناس. القانون رقم 17 مع الوزير للي بيحكي بأمن الداخلي، للي بيحكي عن حماية أمن الناس. فرجينا على شي مادة بقانون السير تعمل على حماية أمن الناس، إن كان برسوم التسجيل أو إن كان بالمعاينة. في أربع معاينات ميكانيكية بقانون السير الجديد. أنت يا معالي الوزير عملت لجنة، أنت يا معالي الوزير عمل لجنة بقانون السير، فرجينا على اللجنة اللي عملت تقريرها، راحت عملته بشكل مخفي. خلينا بس ناخذ رأي كمان الياضة اللي عندهم خبرة بهذا الموضوع. مش بتغيير اللوحات اللي قاله معالي الوزير. اللي قاله معالي الوزير معه حق بكثير من الأمور اللي علاقة بالمكنة اللي نقدر نصوب الشغل، بس هو المشكلة مش هون. المشكلة هو بالتقصير اللي صار. القانون صدر بال 2012 تقريبا، نحن هلا بال 2015. الدولة اللبنانية ما جهزت حالها، يعني معالي الوزير معه حق انه اي قانون بده يصدر لازم ياخذ فترة 6 شهور لسنين لنوعي الناس على الموضوع بذات الوقت لحتى نحضر، بس 3 سنين الدولة مقصرة. هذا شيء مقصر. موعد التطبيق موعد التطبيق 15 سنة والدولة ما راح تكون كثير يعني انا بس بدي اقول لازم امن السلامة العامة. لا في امور ليغطي المعاينة الميكانيكية. خلينا بدي احط اشارات سير. انا ما فيني احط اشارات سرعة على الطرقات، غايبة اشارات السرعة على الطرقات. مين بيتحمل؟ خلينا بس نسمع. خلينا نقول المعاينة الميكانيكية عم تاخذ رسم من الناس. تفضل. لا لا نحكي علميا وإدارة سلامة مرورية وما نحكي حكي يعني طالع خارج عن العلم. 10 سنين شغل على القانون، كان في قضاة، كان في مؤسسين عن نقابة السوق، ما بعرف أي نقابة بمثل الأستاذ، لأنه كان في كل هالأشخاص اشتغلوا على القانون. القانون ما له علاقة بلوحة معينة وتسجيل. إدارة السلامة المرورية صارت علم، وهذا شيء علمي مش إنه يقال. بس عم نحكي عن مخالفات أكبر. مخالفات أكبر ما هو حق، بس هذا شيء موضوع تاني ما له علاقة بالقانون. هول الأسماء للشركة بالقانون السير ما له علاقة. أنا بس بقول لك مثلا وزارة الأشغال، أنا من شغل كان في شو فضيحة هيدي. مين بيعمل انا ما بدي فوت ما بدي فوت بالتفاصيل. بدي اسمع بس بدي اسمع وليدة لجينيفر لانه وقتي خلص. بس لو سمحت بس يعني بعتذر انه تاخرنا عليك هالقد وقت، بس خبرني عن الحادثه اللي تعرضت لها جينيفر، واذا برايك القانون بيحمي انه يصير حوادث مثل انا بنتي تعرضت لضحيه طريق، راحت ضحيه طريق شاب متهور سرعه 130 ماشي على طريق قرر انه يدعسها. البنت عم تقطع من ميل لميل هي واخواتها، اختها لحد منا هوى السيارة ردة لورا بهالسرعة، مع العلم منطقتنا كلها مطبين 3 كل كم متر في مطبين. الشاب لو في قانون يرضعه كان مشي بسرعة 60-70 ما كان صار شيء. كانت بنت انكسرت، كانت البنت ضلت عنا، ما في أساوي على القانون. طب وهلأ مجرى الأمور يعني سوري أنا الشاب انحبس 50 يوم وطلع مأمن إلزامي. بيقول لك يا با شو هالخبرية، أنا مأمن إلزامي 50 يوم وبعود للجماعة حقها، بس أنا بنت سنة ثالثة هندسي، راح ضيعنا راحت ضيعنتها هيك للكب، راحت عليها هي حرام ضيعنتها. يعني هلا في عنا جلسة بالشهر 4 وأنا أملي كبير بالقضاء اللبناني لازم ينظر بهيك قضية لهيك بنت، حرام ضيعت مستقبلها وضيعت حالها. بهالحالة القانون منصف حضرة النقيب، يعني عم بيحكي إنه إذا في تأمين وفي أمور كأن الأمور تنسلق سلق بعد ما راحت أرواح. نحن كقوة أمن داخلي دورنا بحوادث السير نحن بنعمل كشف دقيق على موقع، بنحدد المسؤوليات، في تقرير طبيب شرعي، في تقرير خبراء نيابة عامة، كلها بتنرفق بالمحضر وناخد إشارة القضاء ومنحول المحضر على القضاء المختص. المحضر اللي صار مع الله يرحمها بنته جينيفر تحول على المحكمة، توقف 50 يوم حسب ما قلت لي، وهلا الجلسات بعدها متابعة. أنا بس بدي أقول لحظة بس بدي أطلب منك إنه تقول لي تحديداً لو خارج عن الموضوع، منه خارج عن الموضوع ابدا لانه في نحط غرامات واذا هيدي ردعه عن حدا يجن ويصير بهالطريقه، بس انا بدي احكي تحديدا عن الحوادث اللي صارت اليوم. بدي تقلي باختصار بجمله واحده، قلت لي انه مش السبب انه له وجهه اخرى، قلي شو. لا لا انا عم بحكيك كنت عن اداره شو الاسباب، يعني بلبنان بيقولوا السرعه الكول من هون وهون مش هون. الفكره بلبنان ما في تحليل جدي للحوادث نعرف ليش العالم عم تموت. هذا الشيء بده يكون في فريق عمل، يعني ولا وزاره الداخليه كان فيها فريق عمل يحدد ليش عم تصير الحوادث وين عم تصير وكل كل وزاره تقوم بدورها. اليوم في اكثر من 10 قتلى، شو السبب اليوم؟ ايه؟ بنهار واحد ايه؟
شو السبب؟ يعني السبب هو الفوضى. انا ما تبعت لهم قديش في عدد قتل، انا بحكيك بشكل عام اكثر من 10 عرفت انا بحادثين، واحد بشمون وما في يعني تشخيص. انا بحكيك ما في تشخيص. اذا بدك تحكي دراسات عم تصير على الارض طيب. اليوم كوا الامن الداخلي بلش التدريب، الوزير بعده معنا على الخط. نعم بعده معي. معالي الوزير، في كمان شكوى من كتير ناس بتقول انه في شوارع مسكره بتجبر الاشخاص تفوت عكس السير لانه هيدي مسكره، لانه في اشخاص مهمه وهامه ساكنه بهيدي المناطق. وفي كلام ثاني كمان عن انه ليش المواطن بده يدفع مرتين، مره للفالي باركينج ومره لمحل الصفه. وفي كلام عن اسعار السيارات الخياليه بلبنان وكانه الدوله بس شايفه وجهه واحده من الموضوع. شو تعليقك على كل هالمسائل؟ ستنا انا تعليقي بكل صراحه مزبوط، السير الجديد بخفف كثير من الحوادث، بس ما في انوم بالعالم بيلغي الحوادث اللي عم بتصير، ما في قانون بالعالم. هالشي بيرجع هلا بشي بيرجع اما للسائق الارعن او لحاله الطرقات اللي موجوده، مثل الطرقات اللي عندنا موجوده. بكل صراحه نحن يعني ورشه شامله، بس هي موجوده ورشه كامله القانون لوحده. اذا نحن متذكرين انه هذا القانون اللي صدر على بكره ما راح يصير في ضربه كف، بكون نحن مغلطين. بس معالي الوزير، المجلس الوطني بالقانون واللجنه الموجوده هي بتعمل هذا الشغل. بدها تتبناها وزاره الداخليه، بدها تتبناها وزاره الاشغال، طيب بنيها وزاره الصحه، بس هو موجودين معالي الوزير. طيب نحن وقتنا انتهى من زمان. انا بدي اشكر بدي اشكر مداخلتك معالي الوزير، بدي اشكر مداخلتك. الموضوع كانه بده وقت اكثر. طبعا يعني علميا عم نحكي شو الاخبار، فيش تشخيص لحوادث السير بلبنان بشكل دقيق، ما في احصاء. وزاره الاشغال غابت عن قانون السير، مش صحيح الكلام، وغيب دور القضاء بقانون السير كمان جديد. مش صحيح الكلام. انا بقضي معالي الوزير وقف تنفيذه ويعمل لجنه تحقيق وزير الداخليه ويجيب كل الجهات اللي شاركت فيه لنفرجيه من اللي اخطا باحداث هذا القانون وبسياقه، على امل انه الورشه كلياتها توصل لما نتيجه بهذا الموضوع. بدي اكيد اتفضل. انا قضيت بنتي اعتبار القضاء اللبناني قضاء وقدر، وهذا الشيء الغلط. هذا الشيء الغلط، قضاء وقدر. نعم نعم، يلي عم يشجع الشباب كلهم انه قضاء وقدر، هيدي منا جنحه. انا بامن، بعمل تامين الزامي وبسوق، مش فارقه معي بنحبس ل 40 50 يوم حسب المحامي، ما يكون قبضاي كمان وبيطلع تلتين المدي وخلصنا. هيدي هي كل القصه، هي كل الموضوع لانه ما في اولويه. لازم يكون في تسجيل. انا شوفور عمومي على الخط وبعرف. تفضل. لازم يكون في رادع للشوفور قبل ما يقرر يطلع ورا سيارته، يعرف في قانون صارم بيحكمه بيحاسبه. شو طالب يعني حياه الناس اليوم، وقت بنلاقي كل يوم والتاني شاب وصبيه عم يدعس على الطرقات، ضيعانتهم قد ايه اهاليهم مش صارفين عليهم مربيين هول تيقوموا بمستقبل زاهر لإلهم، بالنتيجة بليلة أو استكي يكون انتهى كل شيء. هلأ فيك تطلعي بسيارتك من النقورة لعكار وتعملي شو اللي بيشفي لك غليلك؟ أي نوع قانون بيشفي لك غليلك؟ أنا حبيت اليوم أكون معكم بس لوصل صرخة بي وأمن حرق قلبهم على بنتهم. بتمنى يكون في قانون كرمال ما كل يوم التاني تروح شاب وبين ضحية. مجانا مجانا. أنا بتشكر حضوركم معنا على أمل أنه هذا الموضوع نرجع نفتحه بشكل أوسع، بده كثير وقت أكثر. ما فيك تقطع ولا جملة لأنه وقتنا انتهى. بريكون بعدها رح نكون مع بقية مواضيع. بعتذر بس ما في أبدا.